Kudüs'te aktivist Muhammed Ebul Humus, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan ve evleri yerle bir edilen Salhi ailesinin yaşadıklarını anlattı. اذا في مجال بس تيجي تتفرجوا اكثر غير تشوفوا الاواعي الصور اكثر واكثر المعاناه بديش نتعامل بعاطفيه انه دموعي نزلوا لما شفت الكارثه تبعت بيت كل زنزال صاير غاد البيت مقلوب على عزو يعني شهاده صور العائله ذكريات العائله اواعيهم حتى خزان المكاتب الكتب انبعثره وضع كثير صعب يعني مأساة ومصير العيلة حتى اللحظة مش معروف يعني فيش ولا حد من العيلة إنه يتابع يشوف أواعيهم جزء منهم يعني مرميات معفرات في المدخل ولكن أواعي أكثر شفتها على تحت الهدم تحت العفش يعني كله مكسر وضع كثير مأساة